بنشوف اشكال وحاجات ومصايب من نسوان. تيك توك يخلي تشوف حاجات جنيه جدعان، واحده بتقلع في هدومها بتزعل لو اكلمها، لو قلت بلاش تبدع بتقول ايه عايز منها. لايكات وشيرات ومشاركه الناس خفاها من بعض، فاهم من بعض بتشيل زيت في الزيت هز كمان عن بعض. في شباب تعبان ومهيس عايز كده يشبط ويعيص على اي اتشارع بيلزق والكل بيعمل فيها ريس. في بنات قادره وتعبانه على النت كمان كده شحيانه، تكشف عورتها وتظهرها في حاجات كانت كده بيانه. في بنات تقلع عالكاميرا وتسطر لنا الزوزة، تعمل حركات سيكو سيكو، طب مين بقى يتجوزها؟ أهليكم فين يا كوارث؟ من رباكم فين أصل؟ أهو كل راكب على كل ده كبيركم أنا مش شايف. هي الأخلاق اتعدمت ولا احنا بقينا في غابة؟ تسمع أسماء بتجنن فتة ومحن وفتة. سن الخمسين والموت واقف على بابها، دخلت بقى في التهييس، عرفت لها عين طب بكلام معسول بيدوسها، نسيت في عيالها وبيتها واقول له النهارده يبوسها. راجل شفته بيستهبل سالب عايز يتجوز، عاوز بقى عين شاذ يحضن بقى فيه وينيل، شفتوش بقى هم وخيبه اكتر من اللي احنا دي فيها، والعالم عينه علينا بيشوف ناسنا وبلاويها. الشهره ماهيش تهليس وكلام وحاجات توجعنا، فبلاش بقى حد خبيث يجي ورانا ويرقعنا. ما تحبوا الفن يا عالم لاجل نغير افكارنا، وبلاش تقليد وعباطه وبلاش حاجه تضمرنا. ناس عاوزانا نغيب ونعيش الجهل بعينه، واللي يقول فينا تخلف ودنا كمان سامعينه. الفن يا ناس احساس قيمه واساسها المادة، مش فيديو اعمله وخلاص وافرض على الناس واتسلى. قدم قيمه عشان تعلى والناس تفضل تسمع لك، تمنك خليه بقى عالي والناس تجري على دعمه. اخر حاجه انا هقولها، انا نفسي نكون في العالي ونشوف مرضينا ونسمع والخصم يصبح غالي. بنشوف اشكال وحاجات ومصايب من نسوان، تيك توك يا خلق تشوف حاجات جنيه جدعان، واحده بتقلع في هدومها بتزعل لو اكلمها، لو قلت بلاش تبدع بتقول ايه عايز منها.